السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم ومساءكم وسائر أوقاتكم يا أحبابي. والله ما تدرون كل واحد شنو ظروف حياته، شنو مشاكل حياته، وشنو الصعوبات والعقبات اللي يواجهها بهذه الدنيا، بس بالنهاية كلنا نحتاج التفاؤل بكل ظرف وبكل موقف وبكل حالة. والله لازم نتفائل، ترى لازم نتفائل، لازم إحنا نواجه هذه الحياة بجرعة من التفاؤل. واكرم نفسك، لا تصير انت متعب لنفسك فوق المجتمع وفوق الناس، حرام. ارفق بنفسك، احيانا ترى وكثر ما تكبر بتحس بهذا الشيء، ترى ما راح دائما تلقى احد يعتني فيك مثل يعني الام والاب. كلنا نكبر، واللي يفقد والديه، واللي نوعا ما يبتعد بحياته، ظروفه، يتزوج، وظيفه، شيء، لا اله الا الواحد احيانا كثر ما ينشغل في هذه الحياه ينسى يعطي نفسه حقها من الرأفه والرحمه ومن التفاؤل. التفاؤل انك انت ترحم نفسك، اعطها جرعه من التفاؤل، قول لها المستقبل راح يكون حلو، بكره راح يصير حلو، الحياه بتصير حلوه، لا اقعد انا اتشائم، لا اقعد انا اظن ان الدنيا كلها سودة، ونفس الوقت ما اظن ان كلها 100% وردية وكل شيء بيصير حلو بشكل غير واقعي، لا. بس قول قوانين الدنيا هي هي، اذا انا فهمتها وتوكلت على الله سبحانه وتعالى ودعيت باذن الله غدا يكون احسن. فانت شوف شنو الشيء الصغير اللي انت ممكن تسويه محسوب مضبوط ممكن يحسن حالك ولو شوية، سوه والله المستعان. دائما تفائل واعمل الخير والله كريم. شكرا جزيلا لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.